السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله جبت وصفة، يعني وصفة قوية لعلاج فراغات الرأس وتطويل وتكثيف الشعر، يعني وصفة مجربة ووصفة فعالة إن شاء الله بإذن الله. نحتاج في هذه الوصفة نحتاج فيها جنجبيل طازه كده نبشره بشاره زي كده، اي بشاره كده عندنا نبشره بها زي كده، وبعدين هنحتاجوا اي زيت موجود، اي زيت عندكم، حتى القطط عايزين يعملوا يصوروا معايا اي زيت عندكم، زيت زيتون، زيت اللوز، اي زيت عندكم موجود، ما تروحوا سيبوني عملت فيديو. شفت الفيديو قطط؟ حناخدو كده الجنجبيل اللي بشرناه، هنعملوه في اي قاروره كده زي كده تكون محكمه، يا في الارض زي كده هنعملهم كده، يلا روحي هناك، روحي هناك، تعالي هنا. شفت القطط شو مسويه؟ وحناخذ زي ما قلت اي زيت عندكم بتحبوه، انا هعمل زيت زيتون، اي زيت عندكم موجود هنعمله كده الزيت على القاروره لغايه ما نغطيو الجنجبيل. خدوا بالكم لو ما غطيناش كله حيفسد لينا جنجبيل، ضروري نعملوا الزيت لغايه ما يتغطى الجنجبيل زي كده زي كده. انا غطيت الجنجبيل، لو ما غطيتوش حتى انا حنسيبوها مده اسبوع في مكان كده يكون ما يوصلوش الشمس ما يوصلوش الضوء كده، نقفلوا عليها زي كده ونخلوها كده في مكان لمدة أسبوع. بعد من أسبوع حناخدو الزيت حنشيلو، حنصفيو الجنجبيل حنشيلو، حنخليو بس الزيت، وحنبداو نعملو كده في شعرنا مرة أسبوعين مرتين في الأسبوع، يعني حنعملو حمام زيت، حناخدو كده وحنعملو كده، وبعدين حنعملو كده بايدينا كده فورة الراس كده، ضروري ضروري نعملو زي المساج كده، لما نحطو زي المساج نخليو نعملو اما بوني او اي حاجه نسيبو كده في شعرنا مده ساعتين غير ثلاث ساعات، وبعدين نغسلو شعرنا. ولكن ضروري نعملوها، ما نقول لكم مره ومرتين حتجيب النتيجه، لا ضروري شويه الصبر، يعني نعملوها يعني سبع غير ثمانيه مرات ان شاء الله حتجيب النتيجه، في اول مره ثاني مره ما حتجيب النتيجه، نقول لكم الصدق لازم تصبروا، لان لازم ضروري لما نعملوا اي حاجه لازم نصبروا معاها شويه، يعني ماشي نقولوا اول مره ثاني مره حتجيب النتيجه، لا لغايه سبع لغايه ثمانية مرات باذن الله حتشوفوا نتيجه، حتشوفوا الشعر حينمو، يعني الفراغات الشعر حتنمو حيطلع الشعر وحيتكثف الشعر وحيطول الشعر. هذه هي وصفه اليوم اللي هي وصفه لعلاج فراغات الراس وتطويل وتكثيف الشعر. إذا أعجبكم الفيديو تعملوا جيم تعملوا اشتراك عشان كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو قادم إن شاء الله.